من شركة الدعوة قديش الدولة قديها شركة اللهم إنا دعوتها علاش؟ لكن الشركات اللي غادي ما يدخلوا لنا ما يصنعوا أنا مثلا هذا العام كنخلط على مثلا 30 متر العام الجاي بغيت نخلط بغيت نزيد اللقاء مجموعين فيه أرباب المقاهي فقط، وكنا درنا واحد الدعوة للمدير ديال الضمان الاجتماعي، وداك السيد اللي كان غادي يجي تعذر لأنه مريض. احنا أرباب المقاهي درنا هذا اللقاء باش نشرحوا فيها الإشكالات والمعاناة اللي كان يعانيوا منها، والمعاناة اللي كان يعاني منها بعض المقاهي دارت الإفلاس، يعني كاين اللي سدات كاين اللي بزاف. وهنا دابا دايرين اجتماع باش إعادة النظر بالنسبة للضرائب، مثلا بحال الضريبة ديال المشروبات تعود إعادة النظر فيها، خاصها تعود على الأرباح. مثلا بحال الضريبة ديال حقوق المؤلف احنا غير ملزمين بها، لأن احنا أكثر ديال المقاهي التلفازه كتخدمها غير الاخبار او الكره القدم، يعني حنا ما كنخدموش داك الشيء ديال الحقوق المؤلف مثلا. كذلك الضريبه ديال مثلا بحال مثلا استغلال الملك عمومي حتى هو خص اعاده النظر فيه، لا بالنسبه لدفتر التحملات ولا بالنسبه للثمن ديالو. الانسان باش يديكلاري كل شيء خاصهم ينقصوا من الثمن، وهذا هما الاشكالات اللي كنعيشوها. نرفعوا التوصيات ديالنا ونشوفوا اشنو اللي ممكن، وعاود ثاني تجمع المكتب ثاني عاد الساعه نديروا المقترحات ديالنا. الساعه ملي ما كانش مسؤولين جاوبونا، يعني التصعيد دابا باقي لحد الان باقي ما خديناش قرارات فيه. دابا حنا درنا اجتماع وغناخذوا نرفعوا التوصيات وغادي ان شاء الله نرسلوها للجهات المسؤوله. الحمايه الاجتماعيه هي حلقه اصبحت ضروريه للكل، وهو مشروع ملكي حقيقه. شو سيبنا على المشروع؟